والله غير راك عاجبني يا خويا حامد، والله غير راك جايبها هذه الصفه هذه تعجبك فيها. لا انا اللي نشوف انا باللي راك فوق، راك كادو صباح كادو عشيه، بعد 3 ايام ما تبانش راك في البلاد، راك جيت معيطولك والله. انا غرضي انا محتم عليا انايا. كيف محتم عليا؟ مانيش في روحي وانا هنايا، انا نستناك تجي ديالتي تجي طلع عليا ولا تجيب حاجه ولا غير في القهوه، اشرب قهوه زيد قهوه. اسمع اسمع انا كاتم اللي كاتو هادو، انا واحد تبعتو شوف تزوج هنيت لهم، ومن بعد 6 شهور من بعد دار مع مرتو عاودوا تسقموا تصلحوا عاود هنيت لهم، زاد عندهم طفل هنيت لهم، ختنوه هنيت لهم، جاب سيزيام هنيت لهم، دخلت على بسيت هنيت لهم، البي اف هنيت لهم، جاب الباك هنيت لهم، انا نخدم غير مع السيد. تماك دي كادو ولا ليا؟ انا على بالي سلت الرحم كون خطرا وين تروح انا كون تجي طلع على اخوك ولا صار كادو غادي تعمل ان شاء الله. وانا عرفت انا عيطت للمراه قالت لي وجد روحك رايحين نهنيو الوحده، انا رايح باش عارف كاش كنت وليت نهني الناس ما نعرفهمش. صح كيما انا راه كيما انا راه كيما انا، انا على بالي انا واش بيك، انا عندي جاري جاب سيزيام راسي حبسهولي راسي حبسهولي، نهار جاب سيزيام بعثنا الكازوز للدار، بعد سمانه من بعد عرضونا للدار داروا وعده في الدار، ومن بعد 10 ايام من بعد تلاقيت مع باباه قال لي ما تنساش تجوز انت والمراه الصاله، قلت له غير الخير زوجتك واحد؟ قال لي لا سيزيام، هذا لو كان وليدي جاب البياف كان يعشي في لاكوبول. بزاف يا خويا صحيح بس ما قدرتش انا وليت يا صاحبي وليت نتبع العراس، وليت عراس رحت لهم ما نعرفهمش، عراس خطره رحت بالباطا وراو الناس الصاله، إبا تجي الداخل قالوا لي خير مع من انت؟ قلت لهم انا مع العريس، قالوا احنا ما عندناش عريس عندنا اختنا. يا لطيف ديك الديقة تضحك. تخيل تخيل لو كان تروح انت عرس وما تديش كادو، على بالكم ما كنتش دايرين في الباب عندهم العريس شكون جا وشكون ما جاش. اي وثاني اللي جاب لتحت في الصاله كليماتيزي، اللي ما جابش يطلع للسطح الفوق تاكلوا السخانه. يا لطيف يا لطيف شنو لحقنا؟ هاني عجبوني اللي زعما عنده فرح نجي لي خال حامد او عندي عرس مادام بيكو كان تجي تجيب معك بلازما اذا تقدر، اذا ما قدرتش هي من حالك اقول له شاعل ولا طافي. واش بالله شاعل راك حاب يجي شاعل ما توسخش يا ودي ترحموا عشنا ولا عم يبيعوا لنا هذوك الطباسات على الفلو 27 كاين سبعه هما نسلكوا بهم تعرف شنو كنت جاي عند الدار تتخلع شوف تحت الكنابي تحت راهي معمره كيسالوا طواسه ساعه ساعه راني اللي كي شوف شوف انا نشفى زمان كل كنا ندوزو سيزيام وكدايا العجوز الجاره ولا زعما انايا ولا ربحت الجاره استحبات بيض وقرعه كازوز بعد نفرات سي بون هنا ولا كي خويا كلهم روح تلعب على روحك، ومن بعد تطورت ولاو يبيعوا هذوك تاع بطاطا تاع 12 ومن بعد راحوا للبلاطو صح من بلاطو من بعد ولات انكونترولابل خويا خص غير يقول لك ربح سيزيام شري له بارتمان. لا مليحه معليش الواحد يفرح مع خوه. ودي لا لا انا حبيت دوك نروح للخدمه نقول لهم زيدوا لي كاين بريم دو لوندمون بريم دونجي يزيدوا لي بريم تاع التهنئه فيها واحد زوج ملايين سبيسيال كادو برك. والله العظيم انا فيها سيدي جابوا لي السوايع جابوا لي واحد 60 ساعه تاع الحيط هذيك وانا عندي زوج حيوط راح فوت بيك بان بيك بان فيها اربعه وجابوا لنا في السوايع. يا اخي حالك هذا الزمان اللي قال لك مول العرس يعرس والمعروض يتهرس والله غير انا فيها دوك الناس ولا دير يديروا الباش بسبه وبلا سبه بكري ما كانت باينه الناس تزوج الناس كذا الناس كنت حاجه عزيزه دوك يا صاحبي واش الحومه كاع جابوا الباك نهني لهم كاع انايا بزاف عليا اخويا شوف حميد انا لقيت الحل واحد مازال يخلط فيا انا عييت مع الكادوات غير اللي نمد ايبا دوك انا ندير عرسه باش يعاود نريكيبيري كاع واشرح لي ايبا تبر على اخوك سلكني ايبا لا خلاص حاب تمشي معايا في الخط الله يبارك نروح نعاود نجوزو الباك ايه باش نريكيبيري لي كادو تاوعنا. مبروك عليك كادو جديد.